أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي للسنة الدراسية 2019-2020. وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان له أنه يحق للطلبة التقديم على الجامعات بتخصصاتها كافة بمعادلات أقل من الحدود الدنيا للقبول المركزي، مشيرا إلى أن القبول في كليات المجموعة الطبية سيكون أقل ب3 درجات وكليات المجموعة الهندسية أقل ب4 درجات وكليات العلوم بمختلف تخصصاتها أقل ب5 درجات، فيما سيكون القبول في باقي التخصصات أقل ب6 درجات على أن لا تقل معدلات التقديم في جميع الأحوال عن 60 درجة.